يا تبقى معايا على طول يا إما مش هسيبك في حالك. بالظبط ده اللي حصل مع الفنان محمود عبد العزيز اللي كان عايش مستقر في بيته مع مراته وأم أولاده 20 سنة لحد ما ظهرت في حياته الفنانة زيزي مصطفى واتطورت علاقتهم بسرعة عشان تبقى قصة حب. الساحر هنا ما كانش يعرف إن السحر هيتقلب عليه وحياته مش هتبقى أحسن حاجة عشان كانت بين المشاكل والإقسام. تعالوا نعرف إيه اللي حصل. الفنان محمود عبد العزيز بالرغم من وسامته الكبيرة اللي خلته مطمع لكل البنات إلا إنه عاش قصة حب كبيرة جدا مع مراته الأولى جيجي سويد اللي قدرت تخطف قلبه وتجوزه سنة 1978، وطبعا حضرت فرحهم الإعلامية بوسي شلبي صديقة عمر جيجي وخلفت ولدين منه وهم محمد وكريم محمود عبد العزيز، وحياته كانت مستقرة جدا لحد ما ظهرت فجأة زيزي مصطفى اللي اتعرفت عليه في سهرة من السهرات مع زمايلها الفنانين، وطبعا هو نجم كبير جدا وفي كل الصفات اللي بتتمناها أي واحدة، وبدأت زيزي تظهر في كل مكان يكون موجود فيه الساحر لحد ما وقع في حبها. وفجأة الشاب الوسيم استسلم لزيزي مصطفى وقرر يتجوزها، بس كان ليه شرطين مهمين جدا ومش هيتنازل عنهم أبدا. الشرط الأول إن جوازهم يبقى في السر، والتاني إنه يمنع وجود أطفال، ووافقت زيزي على الشرطين وعاشوا سوا 5 سنين في سعادة لحد ما زوجته حست ببعض التغيير وكمان سفرياته بالرغم إنه ما كانش مرتبط بتصوير. وكمان زيزي زهقت من جوازها اللي في السر وكان بيتقدم لها عرسان كتير جدا وهي بترفض دايما، وطلبت من الساحر إنهم يعلنوا جوازهم لكل الناس وطبعا رفض. قامت بينهم خناقة الرب السما وتخاصموا أسبوعين لأن كده النسا غلاب طبعا خططت زيزي علشان تفوز بلقب محمود لوحده، فصالحته ورجعت المية المجاريها. بعد فترة قررت إنها تعرف جيجي سويد موضوع جوازها من محمود عبد العزيز، وده عن طريق صاحبتها بوسي شلبي اللي خدت صورة من عقد الجواز العرفي وادتها عنوان شقتهم، وطبت عليهم في يوم والدنيا اتقلبت وطلبت منه الطلاق وناس كتير اتدخلت. بس جيجي كانت مصممة وانفصلت عن الساحر بعد 20 سنة جواز سنة 1998. محمود عبد العزيز كان حاسس ان حياته اتدمرت خلاص، ولما فاق من الصدمة ما كانش بيفكر غير في مين اللي خرب بيته، وعرف مراته عنوان الشقة اللي ساكن فيها مع زيزي، وقدر بعد ضغط كبير يعرف ان زيزي مصطفى هي اللي دمرت حياته وخربت بيته وانفصل عنها هي كمان، وتحول الحب لكره كبير. وفي اول رد فعل لزيزي اجرت بلطجية وحرقت عربية محمود عبد العزيز، وطبعا محمود قلب الدنيا وما كانش شايف قدامه وراح قدم بلاغ في اسم العجوزه واتهم زيزي انها هي اللي حرقت العربيه المرسيدس، والمحضر اتحول للنيابه اللي امرت بالتحقيق معاها، وهي طبعا انكرت التهمه عنها وقالت ان هو اللي حرقها بنفسه عشان يجبرها توافق تتجوزه. لما عرف انها وافقت على عريسه تقدم لها اتجنن وتهور واتهمها بحرق عربيته. في اخر لحظه وقبل النيابه ما تاخد قرار راح محمود عبد العزيز وغير اقواله، ومش بس كده ده كان مستغرب جدا سأل زيزي مصطفى وقال لها انت ايه اللي جابك هنا، وبعدين وجه شوية اسئلة لوكيل النيابة وقال له ممكن اعرف انتوا ليه بتستدعوا زيزي وليه بتستجوبوها وايه علاقتها اصلا بالحادثة؟ وزيزي واقفة وبتضرب كف على كف ومش فاهمة هو عمل كده ليه وايه اللي خلاه يغير كلامه قدام النيابة. وبعد كام يوم طلبت زيزي مصطفى شهادة الفنان مجدي وهبة اللي قدر يقنع الطرفين انهم يتصالحوا عشان الشوشرة والفضايح، وفعلا اتصالحوا والدعوة اتحفظت. وفي الفترة دي قدرت المذيعة بوسي شلبي اللي كانت قريبة جدا من الساحر بحكم انها صديقة عمر مراته الاولى جيجي وعملت له كمان غسيل دماغ لانه كان بيمر بازمة نفسية كبيرة جدا، واتجوزته بعد 3 شهور من طلاق مراته. وطبعا زيزي ما سكتتش وقلبت الدنيا هي كمان لانها كانت متجوزة هشام شلبي اخو بوسي وابو الفنانة منى شلبي، وعارفة كويس انها بتحب محمود عبد العزيز جدا وهي كانت حلقة الوصل عشان تخرب بيته، ودبت بينهم خناقة كبيرة وقالت لها انت خدتي محمود على الجاهز بعد ما خربتي بيته وقطعت علاقتها بيها للأبد، وحلفت ترد لها الألم ونجحت في إنها تكشف للساحر إنها سبب خراب بيته. وطبعا كرد فعل طبيعي للفنان طلق بوسي شلبي بعد سنة من جوازهم، واتدخل فنانين كتير جدا لحل المشكلة دي ما بينهم زي الفنانة إلهام شاهين اللي فضلت تقنعه لحد ما وافق يرجعها لعصمته تاني. وبعد خصام 7 سنين اتصالح محمود عبد العزيز وزيزي مصطفى واتفقوا إنهم يبقوا صحاب وبس، وقالت زيزي إنه كان بيحب بنتها منى شلبي جدا وكان بيعطف عليها ودايما كانت بتروح له بيته وتقضي يوم معاه كل اسبوعين، كمان هو السبب في دخولها الفن لما قدمها لاول مره في فيلم الساحر، كمان ما كانتش بتفارقه في رحله مرضه في المستشفى مع مراته الاعلاميه بوسي شلبي.